وصح عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء. أخرجه ابن حبان وغيره. وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نعم اليوم يوم ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا. قالوا: يا أم المؤمنين، وأي يوم هو؟ قالت: يوم عرفة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وصف الله تعالى نفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالنزول عشية عرفة في عدة أحاديث صحيحة. ويوم عرفة هو يوم إحسان الظن بالله وعدم اليأس من رحمة الله، وأنه تعالى سيتفضل على أهل الموقف بالمغفرة والرحمة. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: جئت إلى سفيان الثوري رحمه الله عشية عرفة، وهو جاث على ركبتيه وعيناه تذرفان، فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر لهم.